السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناه ديالي. الفيديو ديالي ما شاء الله غادي يكون على واحد سكين كير روتين اللي غادي ندير لكم فيه تجهيزات بمناسبه العوده للمدرسه. قلت انا نعمل لكم هذه الوصفات هذو اللي كتشوفوا باش انكم تجهزوا البشره ديالكم. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ولا عجبكم ما تنساوش تخليوا اكبر عدد من اللايكات، تابوناو في القناه باش ما ننزل شي فيديو يوصلكم. خليوا لي التعليقات ديالكم حول الفيديو كيفاش جاكم، وكذلك يمكن لكم تقترحوا عليا الفيديوهات اللي بغيت نبقى ندير لكم في القناه. وخليكم مع الفيديو. اول حاجه اللي غادي نبداوها هي المقشر ديال الوجه. بالنسبه للمقشر غادي نحتاجو فيه سكر سنيده كما كتشوفوا، وغادي نحتاجو فيه زيت الزيتون اللي كتساعد على ترطيب الوجه. كناخذو معلقه كبيره من السكر سنيده وكنضيف عليه معلقه اخرى كبيره ديال زيت الزيتون اللي كما قلت لكم الفوائد ديالو كيساعد على ترطيب الوجه. كنخلطوا المكونات ديالنا باش يتجانسوا مع بعضياتهم كما كتشوفوا، باش تخلط ديك الزيت مع السكر سنيده اللي كيجي القوام ديالو بهذا الشكل هذا، ما كيكون ثقيل شويه. ودابا غادي نوضعوا المقشر ديالنا على الوجه ديالنا كما كتشوفوا، بحركه تكون دائريه وما تفرزوش على الوجه ديالكم، يعني بشويه بشويه. انا غير مزربه الفيديو هنايا، غتبقاو ديروا تقشير بشويه بشويه، تتقشروا الوجه ديالكم كامل بهذه الطريقه هذه. دابا غادي ندوزو للماسك الثاني اللي هاد الماسك هذا كيساعد على تفتيح البشره وكيرطب البشره حتى هي. اللي غادي نحتاجو فيه الشوفان اللي كيكون مطحون، وكما كتعرفوا الشوفان له فوائد كثيره، منها كيرطب البشره، كيغدير البشره بالعمق، كيفتح البشره كذلك. وغادي نحتاجو هنا ياغورت طبيعي، يعني ياغورت بدون سكر. دابا غادي ناخذو معلقه كبيره من الشوفان المطحون، وغادي نزيدو جوج معالق كبار ديال دانون او لا ياغورت طبيعي. وغادي نخلطو مكونات الماسك ديالنا مزيان. كما كتشوفو القوام ديال الماسك كيجي بحال هكا. ودابا غادي ندوزو نديروه على البشرة ديالنا. دابا غادي ندير لكم هذا الماسك هذا ديال الهالات السوداء كما كتعرفوا، مع الصهير ومع الصيف، يعني كنكونوا كنسهروا وعندنا اللي يستغل بزاف حتى العينينا. جبت لكم هذه الوصفه هذه اللي فعاله فعاله ومضمونه 100%، غير جربوها وردوا عليا. اللي كنحتاجوا فيها ماء الخيار. بالنسبه لماء الخيار اللي كيساعد على التخلص من اسمرار البشره او البقع الداكنه تحت الجلد او لا تحت العين، يعني هذا الماء الخيار عنده فوائد اللي كثيره كثيره. واللي غادي نحتاجو كذلك زيت اللوز الحلو اللي كيساعد على نضارات البشرة، وكذلك كيحارب الهالات السوداء، وكذلك ايضا يخفف من التجاعيد في البشرة. وغادي نستعملو هاد الليكوطون هادو باش كنمسحو المكياج، اللي غادي نقطعوهم كما كتشوفو على جوج بهاد الطريقة هادي.
كما كتشوفوا دابا غادي ناخذ الماء ديال الخيار اللي غادي نكبوه في هذاك الوعاء، ومن بعد غادي نزيد عليه واحد جوج معالق صغار ديال زيت اللوز الحلو كما كتشوفوا، وغادي نخلطه مزيان مزيان باش يتجانس ليا مع داك الماء ديال الخيار. دابا داك الكوتون اللي قسمت على جوج كما كتشوفوا غادي نبقى نخشيه في داك الماء ديال الخيار كما كتشوفوا بديك الطريقه، راه كلشي واضح في الفيديو، باش يمتصوا داك الماء ديال الخيار. من بعد غادي ناخذوا هاد البلاستيك هادي كما كتشوفوا اللي استفنا فيهم دوك لي كوتون هكا، وكنديرهم في المجمد لمده واحد نص ساعه تقريبا حتى كيشدوا لنا ديك البروده ديال الثلج. ومن بعد كنوضعوا هاد لي كوتون كما كتشوفوا بعد ما خرجنا من الكونجيلاتور كنحطوهم تحت العيون ديالنا، وبهذه الطريقه كتساعدوا انكم كتحفزوا الدوره الدمويه تحت العين ديالكم، وكذلك لي سان كيمشيو. وكذلك ما تنسوش بعد كل ماسك او كل وصفه درتوها في البشره ديالكم انكم ترطبوا الوجه ديالكم مزيان قبل ما تنعسوا. كما كتشوفوا انا كنرطب هذاك المرطب ديال سيتافي اللي صراحه واعر واعر كيرطب مزيان البشره. وايضا ما تنسوش ترطبوا الشفايف ديالكم، انا كنرطبوا بهذا المرطب هذا ديال نيفيا اللي صراحه واعر عجبني كيرطب مزيان وكيضغطي الشفايف مزيان.